اهلا بكم. النهارده هنكمل حلقه لو جوزك بيتكلم مع نسوان او ان هو بيدردش معاهم وبص عليهم والكلام ده كله. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا بعض المعلومات، هنكمل النهارده على بعض المعلومات اللي احنا ما قلناش عليها في المره اللي فاتت. احنا دلوقتي بشر قابلين للترك، قابلين للاهمال، قابلين ان احنا اي حد يسيبنا في اي وقت. ليه؟ لاننا بشر. طيب احنا قلنا ان احنا هنسيطر على الراجل بكلمات إيحائية، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي هنا في بقى الغناضير لهم طريقة كده والحريات لهم طريقة تانية. طريقة الحرية بتخلي الراجل يموت فيها، يعشق تراب رجليها، ده الحرية. تمام؟ بتعمل له حاجات تخليه ان هو ما يمشيش من جنبها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان هي بتبقى دلوعة كده، يعني ايه؟ يعني تيجي مثلا وهي قاعدة كده وتقوم جاي تحط صباعه بقها، اه صباعي في اوف او حبيبي مش عارف ايه اعمل لي كذا. فهو الراجل اساسا بحب كده، هو اساسا بحب ايه؟ يدلع مراته. بس في نسوان ما بتحبش تدلع اصلا وده مش مشكلتنا خالص. طيب كمان بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه بس؟ يجي تحط ايديها على رقبته وتبص في وشه وتقول له انا عارفه ان متاكده ان انت عمرك ما هتخوني، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، وانا 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 وانا، اللي هو شغل ايه؟ شغل الست الضعيفه بقى. بس هل ان هي ضعيفه؟ لا، ده كله يبقى تمثيل. طب مين يقدر يعمله بقى بالفراسه؟ اللي عندهم زاويه الحاجب من النص مرفوعه من هنا كده، الزاويه دي مرفوعه كده، الناس دي حريفه ان هي تعمل الكلام ده. فهنا هم بيعرفوا يمثلوا كويس على الراجل. يعني ايه؟ يعني تقول له ايه؟ انا عارفه ان انت عمرك ما تخوني، انا ببقى قلقان عليك بره، انا ببقى خايفه الواحد تبص عليك في الشارع كده، يعني الكلام اللي هو ده، انا بغين عليك من الهوى. فالكلام ده كله هو ده اصلا الراجل عايزه، سواء بقى راجل قوي راجل ضعيف، كله بينخ تحت الكلام ده وكله بيجي ويسجد تحتيه. تمام؟ فالكلام ده بيبقى لذيذ للرجاله. هتقولي لي بتكسف، في غيرك ما بيتكسفش وهو عايز يشوف الكلام ده وهيطلع بره يشوفه، فبرضه ما تجيش تلومي نفسك في الاخر، فهو كده كده هو عايز. طيب انت بتقولي ان هو ما بيعملش ومش عارف ايه وما بيقوليش، برضه ما انت اساسا ما بتقوليش، فانت هنا برضه كلميه. يعني كل ما الواحد بقرب من شريك حياته اكتر، كل ما بيبقى الكلام بيطلع اسهل. اما ان احنا نيجي ما بنتكلمش معاه، ما بيجي الصبح يلبس ويمشي ويجي ياخد النهار يخش ينام، مش لاقي فين مواضيعك بقى، مواضيع جديده، حاجات جديده، افكار جديده. اليوتيوب عليه كميه معلومات، يعني تخلي بص اللي مكسح على الارض يطير في الهواء. فهنا محدش يتحجج ان ايه جوزي مش عارف، جوزي جربي مليون حيله، جربي مليون طريقه. تمام؟ احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان في جزء فيه طناش. اللي هو ايه الطناش؟ احنا الوقت الراجل بيبقى عنده احتياجات، وقلنا ان هو بيجي بيكلم واحده تك تك وبيتكلم معاها ومش عارف ايه، وبيجي جاي بقى مهلع سخنان عايز يفضي الطاقه اللي عنده. فاحنا نعمل ايه؟ ها حبيبي انا هنام، خليك انت ايه مع نفسك. هتقولي له خليك على التليفون؟ لا، اوعى تقولي له على التليفون. ليه؟ لانه هيروح على التليفون يشتكي برضه ويقول لها وشفتي ونامت وقلت لك ده انا متجوز مره مش عارف بنتي ايه، ده انا مش عارف عامل ايه. فالكلام ده كله هو بيطلع يقول. افتح اي تليفون راجل ما بيتكلمش مع مراته هتلاقيه طول النهار بيشتكي لواحده. لا 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 لا، ده بيشتكي لطوب الارض. كل ما يقابل واحده ست يقول لها وانا ومراتي وعامله فيا ومدهولاني ومبهدلاني ومش ملاحق، اي كلام بيتقال، اي كلام بيتقال في اي حاجه. ليه؟ لانه اصلا لا شايف ذكي ولا بيكلمها ولا هيتجوزها. يعني انت لو بتكلمي واحد على النت هو مش هيتجوزك، يعني كبر دماغك من المواضيع دي، ده كله كلام على النت. يعني ايه؟ يعني بس انا لو جت واحده واتكلمني وقلت لها ايه وحشتيني، تاني يوم هتقول ده قال لي وحشتيني، يعني ده بحبني. تاني يوم قلت لك بحبك، ثالث يوم عملت لك بلوك، هو انت ليك عند حاجه؟ انت مالكيش عند اي حاجه. فهنا ايه؟ فهنا كل واحد بيتصرف، الرجاله كلهم بيتكلموا ان هم عايزين يتسلوا، لان هم شايفين ان ليهم الحق ان هم يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. تمام؟ فهنا ايه؟ فهنا ما تقدرش تحاسبيه. ليه؟ لا، اصل ده شرع الله. فهنا هو مكفي جوه عشان يطلع بره.
طيب ليه بقول ان احنا ما نقولوش ان احنا عرفنا ان انت بتكلم واحدة ست على التليفون؟ ليه؟ ها فكروا معايا كده، احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت في حاجة هنقولها، ها فكروا، البجاحة. تمام، فهنا لما نقول له ان احنا عارفين ان انت بتكلم واحدة اسمها كذا على التليفون او على الفيسبوك او ايا كان، فهنا احنا بنعمل ايه؟ فاحنا كده بنديله الحرية اكتر، ان هو ايه، ما خلاص اذا كان انا خايف اقول لك وخايف ان انت تعرفه، اديك عرفتي خلاص بقى تشوف انت هتعملي ايه. لا الموقف عادي وبتاعه خلاص، يبقى هي اصلا مراتي مش سائله فيا وسايباني، وانا كده ايه ليا الحريه ان اتكلم مع التانيه، وان انا كنت بقول للتانيه بحبك فاقول لها ايه ما تيجي نتجوز مش عارف ايه كذا كذا كذا، فهيجي يقول لها ما انت كنت عارفه يا هانم ان انا بكلم واحده على التليفون وانت سايباني وانت، وامي مش هيلك الليله كلها انت وتلبسي انت في الحيط. تمام، يبقى احنا ايه، يبقى احنا ما نعرفوش ان احنا عرفنا علشان موضوع البجاحه ده، لانه هيتكلم النهارده وهو مكسوف كده وبتاع، بكره هيكلمك وهو عينه قد كده وبجح معاكي. تمام، خصوصا لو الراجل عينه واسعه بلاش تتكلم معاه بالطريقه دي. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ هندخل في مرحلة الصمت. ليه مرحلة الصمت بقى؟ ان انا مش هعرفك ان انا عرفت. طيب هنعمل ايه؟ هو ما بيعرفش يقرأ افكارك اصلا، الراجل ما بيعرفش يقرأ افكار الست، فيعمل ايه؟ فسيبيه يلف بقى حوالين نفسه، هي مراتي متغيرة ليه، هي زعلانة ليه، تكونش عرفت، ولو جه سألك قولي له لا ده مفيش حاجة، ده انا اللي زعلانة شوية يا حبيبي. تمام، ما تحسسوش بأي حاجة، دايما ان انت شوفي ايه اللي بيجذب الراجل، شوفي ايه اللي هو بيحب ايه ونعمله له علشان نصطاده منه. اللي مفتاحه في كرشه نديله، اللي مفتاحه في ودنه نديله، اللي مفتاحه في عينه نديله. يعني ايه مفتاحه في عينه؟ مفتاحه في رجله وبطنه والكلام الفاضي ده كله. الرجاله اللي مفتاحها كرشها اللي هي بتحب الاكل، فلان تعملي له اكل لحد ما يبقى عامل زي الكوره كده مبقلش في بعضه، فاللي هو بيحب الاكل ده فاديله اكل لحد ما يبقى عامل قدامك زي الكوره كده مش عارف، يبقى كرشه قدامه مرتين كده. انت اساسا انت ليك الحق، يعني هو مش معنى هو الراجل اصلا يقول للست بص على نفسك في المرايه شوفي كرشك عامل ازاي وهو بقى كرشه طالع عامل كده، يعني حاجه غريبه، يعني مفيش منطق اصلا في طريقه الرجاله اللي هي بتعمل بالطريقه دي. يعني بيبقى كرشه عامل كده وقاعد بفلينه مقطوعه وشعر صدره طالع وشعره دماغه واقف ويقول لك شوف الستات في التلفزيون، مبسوط بنفسه. يا عم ما تقوم تبص على نفسك في المرايه وشوف نفسك عامل ازاي، انت مش عمر الشريف يعني. فهنا برضو ان احنا ايه ندخله من المفتاح بتاع الكرش ده، ندخله من كرش ده لو احنا عايزينه، يعني لان الرجاله اللي بكرش دي المفروض اساسا ان احنا نرفضها رفره، لان هنا لما الراجل يحافظ على لياقته البدنيه فهو بحافظ على لياقته بحافظ على صحته، وانت كمان ما تتكسفيش ان انت تخينه وواحد يقول لك يا تخينه، ما انت تخينه اصلا، فانت هنا ايه برضه تعدلي من نفسك. اما لو جوزك بيحبك وانت تخينه فدي مشكلتكم انتوا بقى مش مشكلتنا احنا، ومحدش ليه دعوه بالكلام ده كله، لان في رجاله بتحب الست التخينه وفي رجاله بتحب الست الرفيعه، والرجاله اللي بيحبوا الست الرفيعه دولت الشخصيه البصريه. تمام، يعني لو جوزك بصري فانت هنا ايه اشتغلي بقى على نفسك شويه علشان ان انت تبقى عندك رشاقه. كمان الرشاقه دي مش ليه، ده ليكي قبل ما تكون ليكي انت. تمام، طيب اللي مفتاحه بقى في عينه ده ايه؟ ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو في حلقه نزلت اسمها الشخص اللي عنده جوع بصري. فالشخص اللي عنده جوع بصري ده عايز يشبع عينيه، عايز يشوف بقى قميص اخضر وقميص اسمر وقميص اسود، وده سهل ان احنا نكسبه بايه؟ باللبس، بالاكسسوارات، بالترتر اللي احنا بنحطه على وشنا، بالحاجات اللي بتلمع، كل الحاجات دي الشخص البصري ما عندوش اي مشكله منها، الميك اب والمكياج والحاجات دي ده كله بتاع مين؟ بتاعت الشخص البصري. فده نديله ايه؟ نديله يمتع عينه، علشان ايه؟ علشان لما يبص بره نخلع له عينه. تمام، علشان لما نيجي نتكلم لو احنا عندنا حق ان احنا نتكلم، عشان لما نقعده قدامنا كده في قعده وبتبص عليها وبتتجوز عليا ومش عارف ايه، فانت ليك الحق ان انت تنفخيه. تمام، ومرحلة الصمت دي لازم يحصل صمت يومين او ثلاثة علشان نحسسه ان في موقف، لازم مش يجي صالحك النهاردة قولي له مش قادر اتكلم النهاردة بكرة نبقى نتكلم كده. هو كده كده يعني لو مش في دماغه هيقول ايه بركة يا جامع انها جت منك وسيبك وناه. تمام،
طيب بالنسبة بقى للشخص اللي هو بيحب يسمع وده هنلاقيه في الوجه البيضاوي تحديدا، فده هنكلمه. وهو بصوا في حلقة اسمها علشان احنا بنحب قلة الأدب، عملنا حلقة لقلة الأدب. الحلقة دي فيها كل وش بيحب ايه في الكلام اللي هو احنا بنقوله، يعني الوجه المعين بيحب الكلام السافل، الوجه اللي هو عادي بيحب الكلام الرومانسي كده يعني. ده كله مشروح بالتفصيل في حلقة عميقة وفيها معلومات كتير، لكن الناس قالت لي ما عدتش تتكلم في المواضيع ده، اصلها مواضيع مش حلوة وكلام كله مش عارف ايه وعناوين مش عارف ايه، فانا بطلت اتكلم فيها. طيب نرجع بقى لموضوع ان هو بيبص على ستات. احنا عملنا له ده كله، هل ان هو خلاص كده مش هيبص بره؟ لا، هو كده كده هيبص. طب ما احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بنعمل كده علشان لما يبص بره يبقى نظرة عابرة، انما ما تبقاش نظرة وايه، ولان هنا كده زي موضوع غض البصر. مش المقصود فيه غض البصر ان انا امنع البصر، لا، هو ربنا ما منعش البصر. ربنا بيقول غض البصر. يعني ايه الغض البصر؟ يعني ايه؟ يعني ما تجيش تبص كده وتقوم وط وشك في الارض وانت جامده، ده شفت البت عليها مش عارف ايه ده. هو ده بقى اللي احنا بنقول غض البصر عليه، هو اللي هو الكلام اللي بيدور جوه نفسك. انما كبصر ان انت تشوف، فتشوف يا عم، شوف 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 براحتك. لكن هنا احنا بنتكلم على غض البصر اللي هو ايه، اللي هو مش ان انت تبص لحد ما درجة تخترق الملابس وتشوف حاجات بقى مش من حقك تشوفها والكلام ده كله. بس كده، سلام.